هذا العام كنتمنى غادي تكون عندكم جديدة جدا، واحد ستيليزم الثقافة التقليدية مودرن بريت ا بورتي اللي جاية من أي دولة إفريقية. راه 13 من جايين دولة إفريقية، وبيان ايفيدامون هنا في المغرب يكونوا معنا المغاربة ولي جون تالون اللي با فورسيمون الناس كيعرفوهم، مي عندهم دي شوز اكستراوردينير، مي كاين منهم اوسي دي تالون كونفيرمي اللي غادي يحضروا ولي كي سو كي فيان سوتونير اوسي لي جون تالون. هذا هو الهدف ديالنا، ماشي غير ديفيلي وصافي، غيكون ديفيلي ولكن غادي يكون شي حاجه مهمه، كل واحد غادي يلقى ان شاء الله حل المستقبل ديالو، واللي غادي اللي عنده شي مشكل في لانكادرومون في لاكومبانيومون. انا بعدا فخور نشوف بان هاد اول ايفينمون اديسيون ديال الافريكان فاشن تالنت جات للمغرب في افريقيا، والهدف هو نشوفوا شنو هاد الشبان الافارقه اللي جاوا من افريقيا كامله، اش غادي يبينوا، شنو الحلم تاعهم، شنو القصه تاعهم، والجائزه اللي غادي يديو. فوالا دونك هاد ليفينمون اول مره تدار في المغرب، اول ايفينمون اللي اللي تيمي اللي كيمي على لونور زعما لا كرياسيون في لا مود افريكان.